رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات على بركة الله، اندفعت الجياد والأفراس، انتاج 3 سنوات و4 سنوات متنافسة في هذا الشوط على مسافة 1400 متر. تبدأ الانطلاقة من الداخل مع انهمل وأيضا القاطمة وأيضا اسكندر دلمون في هذه الاندفاعة، وأمس كذلك من المسار الخارجي فيما انهمل ابن شلال يقود هذا الشوط. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، في هذه الأثناء التقدم يأتي من أمس من المسار الخارجي، وعناية الماجد أيضا من المسار الخارجي يتقدم عناية الماجد، وإلى جواره مسرجة مسرجة تبدأ الاندفاع، مسرجة تبدأ الاندفاع من المسار الخارجي مع انهمل، انهمل مع بداية الخط المستقيم، انهمل مسرجة أم الحضور يأتي من مبهوت من المسار الداخلي، مبهوت أم انهمل، انهمل إذا والاندفاع يأتي من جديد من الهابوش، الاندفاع الهابوش للمركز الأول، الهابوش للمركز الأول يندفع للمركز الأول وبقوة ما شاء الله تبارك الله، الهابوش ابن بلاتيني للمركز الأول ينهي هذه المنافسة مسجلا الحضور المتميز.